ما هي الدول التي لديها أقل ساعات نوم في العالم؟ في البداية، الدولة التي لديها أعلى معدل لساعات النوم هي فنلندا، والتي وصلت إلى 8 ساعات و7 دقائق. وبالنسبة للدول التي لديها أقل ساعات نوم في العالم، نبدأ القائمة بالمركز الخامس، حيث نجد الصين. تعتبر الصين من الدول التي يعاني سكانها من قلة النوم بسبب متطلبات العمل والتعليم، حيث يتراوح معدل النوم فيها حوالي 6 ساعات و8 دقائق. في المركز الرابع نجد المملكة العربية السعودية. تشير بعض الدراسات والتقارير إلى أن السعوديين يعانون من اضطرابات في النوم، خاصة بسبب تغيرات في نمط الحياة وارتفاع معدلات استخدام التكنولوجيا قبل النوم، ما جعل معدل ساعات النوم لديهم يصل إلى 6 ساعات و6 دقائق. وفي المركز الثالث نجد سنغافورة. يعيش سكان سنغافورة نمط حياة سريع مليء بالعمل والالتزامات، مما يقلل من ساعات نومهم إلى ما يقارب 6 ساعات و5 دقائق. أما المركز الثاني فلدينا كوريا الجنوبية. ينام الكوريون في المتوسط أقل من 6 ساعات. الثقافة العامة التي تشجع على العمل الجاد والنجاح الشخصي تساهم في تقليص ساعات الراحة. وأخيراً في المركز الأول اليابان. اليابانيون معروفون بأنهم يحصلون على أقل ساعات نوم مقارنة بالشعوب الأخرى، بمتوسط حوالي 5 ساعات و56 دقيقة في الليلة الواحدة. يعود ذلك إلى ثقافة العمل المفرطة وضغط الحياة اليومية.